اساتذه كلهم حتى شي واحد ما كنظن اللي زعما عرفت حتى شي واحد ما تقبل القرار، لانه كيبان لنا انه قرار ديال ماشي نابع من الاستاذ الموقوف ولكن من الجمع العام ديال الاساتذه اللي كانوا في ديك الوقيته اللي هما دخلوا كوسطه وطلبوا حاجه وحده هي انه يتاجل الامتحان، وما تاجلش، تاجل لظروف، طلبوا التاجيل لظروف بيداغوجيه باش الناس الطلبه يكملوا الامتحانات ديالهم، يكملوا الدروس ديالهم عاد يدوزوا الامتحانات. حنا متشبتين بلا كاليتي دو لا ديال سميتو بالنوعيه ديال التكوين جيد للاطباء، لان احسن حاجه يعني اغلى قيمه عند الحاجه هي الصحه والحياه ديال الانسان. الا غادي نكون طبيب غنقادو مزيان ولا ما غنديروش، محبوك ولا متروك، هاد الطبيب خصو يكمل الامتحانات ديالو، يكمل الاستاج ديالو وندير هذا. والا اجلنا الامتحان ما فيهاش اشكال، ما هوش قران قلنا ما نغيروهش.